مرحبا بكم، أنا ماجد الزيارة، سأكون معكم في نشرة الأخبار القادمة والتي سنتابع فيها تطورات الحرب على أوكرانيا. مدافعون عن ماريوبول يقولون أن صمودهم لن يستمر إلا ساعات أو أياما. وفي تطورات الملف الفلسطيني، دعوات غربية للتهدئة بعد اقتحامات الأقصى. وتتابعون أيضا دعوات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا للتحقيق قضائيا في إغلاق الحقول والموانئ النفطية. تابعونا على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 5 بتوقيت غرينتش، بتوقيت القدس 8 بتوقيت الدوحة، أو عبر البث المباشر على يوتيوب.